أهلا بكم مرة تانية في فيديو جديد معكم مستر زكي. إن شاء الله في الفيديو ده هنتكلم عن إحدى أهم علامات التركيب الـ parentheses. تعال ناخدها واحدة واحدة كده ونشوف إيه الـ parentheses. parentheses هي عبارة عن الشكل اللي أنتوا شايفينه ده، القوسين اللي جنب بعض. تعال نشوف استخدامات الـ parentheses. Use parentheses to enclose information that clarifies or is used as an aside. بنستخدم parentheses علشان نوضح معلومة معينة غير مرتبطة بالجملة الرئيسية، يعني ما ينفعش تبقى جزء من الجملة. هنشوف أمثلة، بس لازم أن تبقى فاهم إن هي بتستخدم للتوضيح. يعني مثلا ASP as soon as possible، يبقى حط كده parentheses ما بين الاختصار دي وأقول أنا بوضح للقارئ إن ASP دي اختصار لكلمة as soon as possible. Giving details of an abbreviation. نشوف مثال. He finally answered that he did not understand the question. يبقى لما تلون بالأصفر ده هي دي الجملة الأساسية بتاعتنا. Okay. هو أخيرا رد بعد that he did not understand the question. هو ما فهمش السؤال. طيب يبقى اذا انا لو شلت الكلام الابيض ده او الكلام اللي ما بين القوسين parentheses الجمله هتفقد معناها ام لا؟ لا تفقد معناها، الجمله ستظل حامله المعنى بتاعها. طب انا بعمل ايه parentheses دي؟ عايز اضيف حاجه، عايز اوضح حاجه، انا عايز اشوف هو جاوب ازاي. هو هنا قال لي finally answer، طب جاوب ازاي؟ فانا ضفت حاجه بقى after taking 5 minutes to think، بعد ما قعد 5 دقايق في التفكير او عشان يفكر. يبقى دي حاجه زياده. اوكي، حاجه زياده. يبقى اول حاجه بتستخدم البرنتسيز عشان عايز اوضح معلومه معينه او ان انا اوضح ابريفيشن مثلا. اوكي، تعال نشوف امثله اخرى. He gave me a nice bonus. بونس طبعا دي فلوس زيادة في الشغل، يعني واحد عمل شغل كتير حلو فبياخد بونس. طيب دلوقتي الشخص القارئ ما يعرفش البونس ده قيمته كام، ما هي قيمة هذا البونس، صح؟ فعشان يوضح للقارئ فحط قيمة البونس، ده اختيار عايز يحطه ما يحطوش براحته، هو أنا بيحطه علشان يوضح للقارئ إن قيمة البونس كام، $500. ايه نفس الفكره برضو، انك لو استخدمت كولون ممكن تشيل يعني البرنتسيز وتحط مكانها كولون، وده برضو نفس المعنى صح. He gave me a nice bonus colon. ايه هو ده البونس ده؟ $500. The use of parentheses indicates that the writer considered the information less important almost an afterthought. لما بحط الحاجه ما بين parentheses كده انا بقول للقارئ إن المعلومة دي مش مهمة أوي يعني. أوكي؟ less important، مش مهمة أوي، يعني ما تركزش أوي في الحاجة اللي بين البرنتسيز. Afterthought، كلمة afterthought دي يعني idea, thought or plan that was not originally intended to, but is thought of a later time. حاجة تفكر فيها بعدين، يعني مش ضروري إنك تفكر فيها دلوقتي. اوكي، فواحد بيقول طب البونص ده يا ترى يكون كام؟ خلاص هو اداني بونص وخلاص، تمام؟ فحاجه ممكن افكر فيها بعدين. فاذا لما بحط حاجه ما بين برنتسيز يعني انا بقول للقارئ عادي، يعني ما تركزش قوي في مش مهم المعلومه اللي بقولها لك ما بين برنتسيز، not that important. ده استخدام اخر للبرنتسيز. طيب احنا درسنا قبل كده مع بعض البيريدز اللي هي النقط، أو بيسموها النقطة اللي بتتحط في آخر الجملة، لازما جملة، أو بيسموها full stop، تمام؟ period أو full stop. Periods go inside parentheses only if an entire sentence is inside the parentheses. يقول لك إحنا بنحط full stop أو period جوه ال parentheses في حالة إن ما
ما داخل او ما دا ما بين البرنتسيز جملة كاملة في المعنى، جملة كاملة في الايه، في المعنى. طيب دلوقتي انا هشرح برضو، يعني عايز افهمك برضو او افهمكم يعني ايه جملة برضو، عشان برضو تبقى نفهم اكتر. يعني احنا عندنا في الانجليزي مثلا حاجة اسمها phrase، عبارة، زي مثلا more in the afternoon. طب هل دي جملة؟ لا، this is not a sentence. تمام، this is not a sentence. عندنا حاجة برضو اسمها dependent clause، أو مثلا while I was out أو while I was eating مثلا. هل دي كده جملة كاملة؟ لا، لازم نكمل الجملة دي لما أضيف لها حاجة تانية، دي حاجة ناقصة. dependent clause يعني جملة ناقصة، مش كاملة، مش كاملة في المعنى. بينما أنا كنت بأكل، إيه اللي حصل؟ في حاجة لازم أنها تحصل، فإذا this is not a sentence. طيب طب إيه هي الجملة بقى؟ لما تقول مثلا I am ذكي، خلاص meaning clear، ها المعنى واضح؟ yes، خلاص يبقى جملة this is a sentence. This is a sentence. Okay. طيب لو قلت مثلا I am eating now، هل دي جملة كاملة؟ subject verb، خلاص الجملة مش شرط يكون subject verb object، يعني احنا عارفين ان اي جملة لازم تكون subject verb object، صح كده؟ لا مش شرط، الاوبجكت ده اوبشنال، حطه بين قوسين اهو، كنا اتعلمنا حاجة اهو، اي حاجة بين قوسين يعني اختياري، مش لازم دايما يبقى فيه اوبجكت في الجملة. I am eating now. I the subject بتاعنا الفاعل، I'm the verb to be، وeating ده المين فيرب بتاعنا، فيرب برضو، وnow ده الادفيرب بتاعنا، adverb اللي هو الحال، انا باكل دلوقتي، adverb of time، مش باكل في اي وقت تاني، ده اللي هو زمن present continuous. تمام. طيب طبعا الجمله دي ما فيهاش اوبجكت، انا ما قلتش انا باكل ايه، ممكن اضيف الاوبجكت، ممكن اقول مثلا I am eating chicken now، كده انا ضفت الاوبجكت. دي بتبقى حسب الافعال، هل افعال transitive ولا intransitive؟ حسب الفعل نفسه، هل بياخد اوبجكت ولا ما بياخدش اوبجكت، ولا ممكن يبقى الاثنين، يعني نفس الفعل ممكن تضيف له اوبجكت، نفس الفعل ممكن ما تضيفش اوبجكت. تمام، دي بقى تبحث عنها، ايه الافعال الترانزيتيف والانترانزيتيف. فهمنا كده يعني ايه جمله؟ جمله يعني حاجه اكتملت معناها. طب هل الديبندنت كلوز دي ممكن احولها جمله؟ يو كان ترانسفورم ديبندنت كلوز تو بي ا سنتنس when you complete it، لما تكملها. تمام، يعني مثلا while I was eating the phone rang، كده بقى this is a sentence. تمام، ليه؟ خلاص عشان ضفت دي، بقى دي كده كلها جملة كاملة. تمام، مش حته منها بس، فدي كده معنى كلمه جمله، معنى كلمه جمله. طيب يبقى اذا لو انا عايز احط البيريود جوه البرنتسيز، يبقى لازم تكون جمله كامله في المعنى جوه البرنتسيز. تمام، please read the analysis, you'll be amazed. An entire sentence in parentheses is often acceptable without an enclosed period. طب لو عايز بقى ايه، خلي بالك ان الجمله الاولانيه اللي please read the analysis وحطيت period عشان دي جمله كامله برضو، ال parentheses جت بعد ال period، وقبل وبعد كده جت بعد ال period الثانيه. تمام، خلي بالك في الجمله الثانيه هنا هتلاقي ان ال parentheses جايه قبل ال period، فدي برضو ده optional، مفيش مشكله، ممكن تعملها كده برضو، لما تحط نقطة وتحط البرنتسيز وجواها جملة كاملة وتحط البيريد جواها،
أو تحط البريد بره وتحط البرنتسيز وخلاص بالشكل ده نفس المعنى. Please read the analysis, you'll be amazed. نقطة. Parentheses despite appearances are not part of the subject. بيقول لك بالرغم انك ممكن تعتقد ان البرنتسيز دي يعني ممكن تشوفها كده تقول لك اه ده جزء من الجملة. قلت لك لا خلي بالك. البرنتسيز هنا بيقول لك ان هي مش جزء من الجملة. يعني ايه؟ يعني كأنها مش موجودة. يعني مثلا Joe and his trusty mutt أو مثلا trust friends مثلا. طالما قلت Joe and his أي حاجة المفروض تكتب الفعل يبقى إيه؟ جمع. Were مثلا أوضحها لك تاني هنا على السبورة مثلا. ده بنسميه subject verb agreement. يعني لازم الفعل يتوافق مع الفاعل. لو قلت مثلا الفاعل singular subject يعني فاعل مفرد يبقى لازم يقابله ايه؟ singular verb فاعل مفرد برضو. يعني مثلا he او مثلا I يبقى الفاعل مفرد بتاعه am. لو قلت مثلا he يبقى الفاعل بتاعه is مفرد. طب لو جمع they يبقى الفاعل بتاعه are. تمام. طب لو قلت احمد and زكي يبقى كده اقدر اقول ايه؟ دول اللي هم they صح كده؟ يبقى اقول are. يعني لو شلت احمد اند زكي كده اهو اقدر احط مكانها زي وقول they are او احمد اند زكي are. يبقى اذا احمد اند زكي ده السبجكت اللي هو they. لو شلت احط they يبقى الفعل بتاعه are. تمام. خلينا بالنا من الحاجات دي. نرجع تاني. يبقى اذا بس خلي بالك بقى طالما في برنتسيز يبقى كاني مش موجود ما بين البرنتسيز ده كأنه مش موجود مش ضمن الفاعل الرئيسي not part of the subject. خلاص. يعني جو تاخد was always welcome. طب وhis for trusty mutt and his friends ما خلاص أكنها مش موجودة. دي حتة كده سحرية في الايه البرنتسيز. Commas are more likely to follow a parenthesis than precede them. يقول لك ان الكوما دايما بتيجي بعد البرنتسيز مش قبلها يعني في أغلب الأحيان يعني في أغلب الجمل. بيقول لك مثلا incorrect أول واحد دي غلط أو الجملة دي غلط. When he got home لما رجع البيت كما it was already dark outside he fixed dinner. ما بحطش كما قبل البرنتسيس في الشكل ده. ليه؟ طب ليه يعني؟ اشمعنى أحطها بعد؟ أقول لك ليه. لان ما بين البرنتسيز بيوضح حاجه عن الايه عن المكان اللي هو وصل له ده. هو راح البيت طب ايه اللي كان حوالين البيت ده كانت الدنيا ضلمه فما ينفعش تحط كوما وتقطع الكلام. تمام. بالبلدي يعني كده انت بتتكلم حاجه بتقول ده البيت كان وتحط كوما ما ينفعش. لازم تكمل الوصف بتاعك. When he got home it was already dark outside. كما ايه بعد كده عمل ايه بعد كده؟ he fixed dinner. عمل حضر الاكل. حضر الاكل بتاعه. اوكي. العشاء. حضر العشاء بتاعه. when he got home عمل ايه؟ it was already dark outside. طب هل انا يعني لو انا شلت اللي ما بين البرنتسيز لو شلتها خالص دي هل المعنى هيتغير؟ يعني هل الجملة هتبقى مثلا نص جملة أو طفقة الجملة بتاعتها؟ هل هتبقى فريز مثلا؟ لا. لو شلت it was already dark outside خلاص المعنى لسه واضح إن هو لما رجع البيت عم حضر الأكل عمل الأكل. تمام. فإذا ما زالت جملة كاملة في المعنى. عشان كده بيقولك ما بين البرنتسيز لكنه مش موجود هو بس بيضيف حاجة بيزود حاجة. أوكي. يبقى إذن الكوما تتحط بعد البرنتسيز وقبل الجملة قبل الجملة الجديدة. ولاحظ إن when he got home تمام دي بنسميها إيه؟ dependent clause جملة ناقصة. جملة ناقصة ليه؟ لما رجع البيت عمل إيه؟ تسأل نفسك السؤال ده تبقى جملة ناقصة. فحاجات بقى اللي هي بقى when و however والحاجات دي كلها
while, although, وحاجات كتير جدا بتعتمد في اكتمال الجملة على حاجة تانية، على جملة تانية عشان تكتمل معنى. ماشي؟ اوكي. اي طيب كده، يبقى احنا كده خلصنا موضوع البرنتسيز. اتمنى يكون واضح ومفهوم وسهل. لو عجبكم الفيديو ياريت تشجعونا بانكم تعملوا لايك وسبسكرايب للقناة وتنشروا الفيديوهات بين اصحابكم، انها فعلا فعلا يعني فيديوهات اتعمل عليها ابحاث وتعب كتير جدا عشان ابسطها لكم بالشكل ده. بالتوفيق للجميع، والمرة الجاية ان شاء الله نبقى نتكلم عن الايه، البراكتس. See you soon. Have a good day. Bye bye.